التمرير راح عندنا دومينيك دا سيلفا يلقى لنا بيسوما على ترويض خاته والتغطية موجودة من يوسف المزيكني على المرافقة أولى وثانية التغطية من شكر البرقاوي يخلو سما الدراجي يدي الكرة يلعب مايكلين رامو على مستوى الرباط يدخل مايكلين رامو للمنطقة محاولة المرور التوزيع يرجع بالكرة إلى يوسف المزيكني بالراس أنري بيانفينو مازالت الكرة للترجي التونسي إلى أريسون أفون على الظهير الأيمن يعمل مراوغة أريسون أفون مراوغة ثانية يحاول التمهيد أنري بيانفينو يساوب الإيسار وهدف أول للترجي 1-0 هدف أول للترجي التونسي بعد كرة مخدومة مليح من أسامة الدراجي مايكل إينيرامو أنري بيانفينو أريسون أفون يعمل مراوغة أولى وثانية يعاود يرجع كرة ورائية إلى أوري بيانفينو يحط كرة ممتازة يصوب هدف أول للترجي التونسي هذا العرض البطيء وهذه الكرة وهذه المراوغة الأولى لأريسون أفون بأيمن بن عمر والمراوغة الثانية بكريم بن عمر أوري بيانفينو ويصوب الساق اليسرى هدف مقابل صفر مع انطلاقة المباراة حسام أكيد باش يغير برشا معطيات فنية وتكتيكية وكذلك معطيات أخرى في هذه المباراة بالضبط في توقيت 9 دقائق لعب هدف ممتاز هدف معناها على الطريقة الأوروبية يظهر لي هذه الإضافة اللي نستناوها معناها من اللاعبين الأجانب شفنا معناها اللاعب أفول لاعب الظهير أيمن الجديد الترجي الرياضي هذه الإضافة اللي كان ينتظرها الترجي الرياضي على الجهة اليمنى خاصة معناها كان يعتبر معناها ثم نقص عنده في الجهه اليمنى اللي معناها كان جونفيه ما كانش عطي الاضافه يظهر لي من المباراه الاولى نتاعو اللاعب الغاني اللي اثبت جدارات وهزيمه كان ضد الملعب التونسي في الجوله الثانيه 4-2 مقابل 2 3 انتصارات ضد الاولمبي الباجي المستقبل ريال من القاسرين والاتحاد المنستيري ونادي الصفاقسي 2 انتصارات تعادل وهزيمه كذلك في المنزه ضد النادي الافريقي 1-0 هدف عبد المنعم الدربيلي تتنفذ المخالفه يوسف المساكني يرجع الى خالد القربي التوزيع ما فماش تسلل وسام الدراجي عبد الرؤوف الرتولي هدف ثاني الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي مايكل إينيرامو او سيام بن يوسف ننتظر شكون مس الكره اخر واحد قبل ما تتجاوز الخط النهائي للميدان في توقيت 24 دقيقة لعب العرض البطيء سيؤكد إن كان سيام بن يوسف أو مايكل إينيرامو بعد هذه الكرة والتمريرة كانت من خالد القربي في ضر المدافعين هذه الكرة وهذا العرض المساعد يمر بمسافة اللعب ما فماش تسلل أسامة الدراجي مع سيام بن يوسف والكرة تجاوزت الخط النهائي للميدان وسيام بن يوسف في أولى أهدافه مع الترجي الرياضي التونسي هذه الكرة واللمسة لعبد الرؤوف الراتولي يرفع الكرة تجاوزت الخط النهائي والهدف يحتسب للمدافع سيام بن يوسف يدخل بقوة مع الترجي في محور الدفاع واضح العملية مشكورين كل الزملاء الفنيين والمخرج سامي الشرغمي عندك مايكل إينيرامو والدراجي والمساكني وبيان فينو ما تقدرش تدافع ما تنجم تكون كان انت اللي تعمل اللعب وانت اللي تضغط وانت تهاجم وهذه كره اخرى لمايكل إينيرامو يقطع الكره من حمدي رويد ويحاول يلعب الكره وتدخل ممتاز مع عبد الرؤوف الأنطوني ما زالت الهجمه للتراجي وسام الدراجي والهدف الهدف الثالث للتراجي الرياضي التونسي كره كانت ممتازه من مايكل إينيرامو يتدخل بتعلق كبير عبد الرؤوف الراتوني في الكره الاولى التوزيع من جديد من مايكل إينيرامو والارتباء الرأسية من أسامة الدراجي يحط كرة في الشبكة 3-0 في توقيت 38 دقيقة لعب أسامة الدراجي فرحة جمهور الدراجي بهذا الهدف الثالث للترجي الرياضي التونسي والثالث كذلك لأسامة الدراجي هذا الموسم في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم هذه الكرة والتدخل من مايكل إينيرامو مع كريم بن عمر وحده مع عبد الرؤوف الراتولي يتألق الحارس في مناسبة أولى ترجع من مايكل إينيرامو يوزع وأسامة الدراجي براس كما جات الكرة يحط كرة في الشبكة 3-0 للترجي الرياضي التونسي في شوط أول إلى حد الآن مع مطلع الدقيقة 39 هذه كرة الهدف كرة الإعادة وكرة الثالث للترجي
وسام الدراجي أكثر لاعب شارك في مقابلات الرياضي التونسي. واضحة الصورة، واضحة الصورة. دومينيك دا سيلفا حتم لاعبية النادي الرياضي الصفاقسي احتجوش على قرار المساعد موريسيو، زوز مساعدين غير دوليين على عكس الحكم الإيطالي أندريا دي ماركو اللي كان عرف شهرة كبيرة خاصة في لقاء الجولة السادسة ذهاب الموسم الماضي في أكتوبر 2008 بعدم تصفيره لزوز ضربات جزاء كانت واضحة لجمعية روما في لقاء سيانا 1-0 مع إقصاء لكريستيان بانوتشي وفيليب ميكسيس. كورة للترجي يلعب خليل شمام، التصويب والتألق والهدف الرابع، الهدف الرابع للترجي الرياضي التونسي. مايكل إيميرامو رفع رصيده لأربع أهداف بعد كورة والتصويبة كانت من خليل شمام ترجع من مايكل إيميرامو يسجل هدف الرابع للترجي الرياضي التونسي. ظل الترجي الرياضي معناها تفوق كلي فنيا على النادي الرياضي الصفاقسي. شفنا لقطة معناها تنجم تلخص مباراة كاملة، شفنا الدراجي على الجهة اليمين يراوغ الكرة، يراوغ بكل سهولة، يمر القرب واحد اثنين، تغيير كرة على الشارع اليسرى، لمساكني نفس الشيء، ترويض ممتاز، شمام يتعدى في الظهر يسدد، ماكن يرابو بقلب هجوم عصري ويكون حاضر معناها شيخ الكرة الثانية ويسجل. يظهر لي معناها هذه معناها كما نقولوا صورة تلخص المباراة كاملة وتخلي معناها الترجي الرياضي كما قلنا تزيد معناها ياخذ ثقة أكثر في روحه والشك يزيد يدخل أكثر في النادي الرياضي الصفاقسي. ويظهر لي اللي تكسر في الشوط الأول قلنا صعيب ياسر كان باش يصلح في الدور الثاني رغم التغييرات، والهدف الثاني زاد صعب من مأمورية النادي الرياضي الصفاقسي. وظل نجم نقولوا معناها نتيجة نجم نقولوا المباراة وفات، لكن إن شاء الله نكمل نشوفوا 40 دقيقة ثم كورة والنادي الرياضي الصفاقسي يكمل دفع على حدوده ما يهبطش.